يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على الأنحاء كافة. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على معظم محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 27، الصغرى 19، الإسكندرية 26 17، مطروح 22 19، بورسعيد 25 20، الإسماعيلية 28 16، أما في السويس 28 18، العريش 26 15، طابة 27 19، شرم الشيخ 30 22، الغردقة 31 20، أما في الأقصر العظمى 31، الصغرى 16، أسوان 30 17، الوادي الجديد 29 16، حلايب 28 22، وأخيرا شلاتين 30 21. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.